قبطان مروه، مساء الخير على حضرتك. الو، شرف ليا ان انا معاكم، ميرسي جدا. شرف لينا. حضرتك على المركب؟ حاليا انا على المركب عايده 4 في اسكندريه، والله يعني ما بعيد خالص عن قناه السويس. موجود على العايده 4، مش موجوده في ايفر جرين. لا للاسف، يعني الحمد لله طبعا ان انا مش موجوده هناك، لان انا طبعا الخبر ده مش صحيح خالص. وطبعا يعني هيئه قناه السويس بتتخذ كل الاجراءات السليمه، وزي ما قلت وزي ما الناس يعني المتخصصه قالت، وشرف ليا طبعا ان انا اكون معاكم النهارده واتكلم في الموضوع ده. بس انا فعلا ماليش علاقه خالص بالحدث ده، وان الخبر ده نزل لي على منصه يعني اخباريه من 3 ايام كانوا بيحتفلوا بان وجود عنصر نسائي في المجال البحري، عنصر عربي وعنصر مصري. وهو الخبر اخذوا نفس الديزاين بنفس بنفس الفونت وغيروا الكلام. فطبعا ده مش حقيقي خالص، بس شرف ليا ان انا اكون معاكم طبعا، وان انا اكون موجوده في المجال البحري. وان بس ايه الصفحات، ايه الصفحات اللي هي باسم حضرتك، ولا دي كمان مزوره؟ والله حضرتك هي في كذا صفحة مش بتاعتي خالص، كلها مزورة، حتى في حساب على تويتر لسه معمول من يومين مزور. فأنا مش عارفة في إيه بالظبط، مش قادرة أفهم حقيقة الموقف إيه. بس ده ما يمنعش إن في ناس كتيرة وأساتذتي وكابتنز هم فاهمين في المجال ده كمان قوي، فهم ردوا والناس ردت ردود فعلا حقيقية. وشكرا طبعا لدعمكم جدا وتفهمكم الموقف، والناس يعني حتى قالت ان يعني اللي فاهم في مجالنا هيفهم ان ده حتى لو حصل بيحصل في جميع العالم وبيحصل في جميع الممرات الملاحية، وده ممكن ما يبقاش بسبب خطأ بشري، ممكن يبقى بسبب عطل او بسبب سوء احوال جوية. واي بلد بتتعامل مع الموقف بطريقة فيري بروفيشنال زي مصر وزي هيئة قناة السويس، واكيد هم بيتعاملوا مع الموقف فيري فيري بروفيشنال، واتحطوا في الموقف ده مش مرة ولا اتنين، ده اتحطوا في الموقف ده كتير، وده وارد يحصل عادي جدا. لكن واجهتي مشاكل قبل كده؟ يعني واجهتي مشاكل زي يعني قريبة من ده؟ احنا بنمر في قناة السويس كل شهر مرة، لان احنا المركب بتاعتنا بتمون القنارات المنعزلة الموجودة في البحر الاحمر وبتدرب الطلبة الخريجين من الاكاديمية. فاحنا كل شهر او كل 40 يوم بنمر من قناة السويس رايح جاي. الحمد لله ما تعرضتش للموقف ده قبل كده. بس ممكن اكون اتعرضت لعطل بيحصل على المركب، لمناورة معينة بتبقى فيري كريتيكال، لحاجات احنا بنتحط فيها وبنصلحها، لكن ما ادتش لوقع او يعني او حدث كبير او سببنا في حدث كبير. لكن عادي كل المراكب بيحصل لها الاعطال، يعني معلش احنا يعني دي تكنولوجيا، ووارد ان يحصل يا هيومن ايرور، يحصل عطل في جسم المركب او بدن المركب نفسه، فده بيحصل عادي جدا. اتحطينا فيه وبنتعامل مع الموقف طبعا، وبيبقى في اجراءات متفق عليها دوليا بنمشي عليها عشان خاطر تبقى كل الحاجه ماشيه بالاجراء القانوني السليم. مروه سلحدار، بشكرك شكرا جزيلا.